تسبب حريق شب ليلة الأحد الاثنين في اختناق عدد من الطلبة بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بمدينة طنجة، وحسب مصادر من عين المكان فإن الحريق شب في حديقة المعهد قبل أن يتسبب الدخان في اختناق 4 طلبة كانوا في غرف النوم. وأكدت نفس المصادر أن عناصر الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، فيما تم نقل الطلبة إلى قسم المستعجلات.